عهدنا أن هناك مجموعة من الإصابات ويحضر معي السيد مصطفى البليوي طبيب فريق الرجاء الرياضي لإعطائنا توضيحات عن أسباب أو مدى خطورة إصابة كل من الحفيظي عبادي ثم اللاعب عبد الكبير الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنعرفوا اللاعب الحافظي والقيمه ديالو في الفريق الرجاء البيضاوي. اثناء التسخينات كنظن بان اللاعب الحافظي يمكن دار واحد القذفه برجل اليمنى ديالو اللي من خلالها تصاب بواحد الوعكه في الفخذ ديالو الايمن اللي حال دون انه يسير التسخينات ديالو. بالتالي فكرنا اننا اللهم نريحوه باش تكون الاصابه خفيفه والعلاج يكون هو خفيف والرجوع للميدان يكون في اقرب الاوقات. بالنسبه لعبادي ودار خساره كبيره في حقيقه ديال اللاعب الحافظي. بالنسبه لعبادي داك الشيء عنده خفيف جدا لان عنده اصابه في ليزيكيو جومبي. عنده تقريبا واحد تقريبا هاد 48 ساعه ان شاء الله غادي تكون العلاجات مكثفه باش يعني يكون مواجد مع الاخوان ديالو. الاصابات الاخرى كلها ما فيهاش شي حاجه كبيره. حتى اللاعب بانوا اللي كنا خايفين انه يكون مقيوس ولا اللاعب اسماعيل بن المعلم. الحمد لله اصابات اللي هي خفيفه غادي الطاقم الطبي ان شاء الله غادي يواكبها في اقرب الاوقات من غدا ان شاء الله باش تكون يكونوا موجودين معنا في المستقبل ان شاء الله. سي البليوي شكرا على كل هذه التوضيحات. اذا لا